مرحبا بكم في الأسبوع في دقيقة. نفذت الولايات المتحدة أول عملية إنزال مساعدات إنسانية جوا على غزة، حيث قامت بتعاون مع الأردن بإنزال حزم إغاثة تضم 38,000 وجبة طعام. وقد عهد رئيس بايدن أننا سنبذل قصارى جهودنا لإيصال المزيد من المساعدات إلى المدنيين في غزة بتعاون مع شركائنا في المنطقة. كما أن الولايات المتحدة تعمل على مدار الساعة لدفع إسرائيل على فتى نقاط برية إضافية وتسهيل حركات النقل في النقاط الموجودة لتصل المساعدات إلى المدنيين بالحجم المطلوب لمعالجة النقص في الغذاء والدواء.